قطعوها الانتخابات السياسه والانتخابات تخليها في الزبله ما حشناش بها. كان زم خلي كلهم يجيو يتراو يدخلوا بهم يخدموش بينا اللي حاب صوتنا يحللنا مشكلتنا. الاشكاليه في جربه هي اشكاليه النفايات، اشكاليه النفايات خلت الناس تنفر من السياسيين والسياسه وكل ما بالنسبه للانتخاب برا الواحد انتخب ما دام فهمت زبله بتاكلني والدنيا كلها بتاكلني لا بال فهمت ولا لا؟ نحونا نظفونا الدنيا نظفونا البلاد ونظفونا كذا حاضر يا خويا مستعدين باش نمشي الناس كلها تنتخب. الانتخابات هذه ماهيش باش تتكرر معاها كل يوم مره بعد 5 سنين ان شاء الله، واحنا هذه فرصتنا ان ندلو بهراءنا وندلو ونختاروا الناس الكفؤه اللي هي تنجم تمثلنا سواء في المجلس سواء في الحكومه سواء في رئاسه الجمهوريه. احنا مطالبين احنا هنا كمجتمع مدني ان نوعوا الناس، لكن على الغرب لقينا الناس معناها متالمه وتعبر وتقول انا راني مانيش موجوده مانيش ما تقروليش حسابي ومانيش باش نكون علاش على خاطر انا غاضب على الوضع. ماذا بالنسبه لهيك يا خويا مش مساعد باش ننتخب اي بشر انا. تصور ما عادش قادر يمشي يا خويا شوف لخمجو يقول لي واحد اجوا على الكراسي يا خويا اجوا وقيدوا في العباد تميتها باش يشد الكرسي والعباد الزبل الخامشة أنا في السياحة نقص تحت ضربة واحدة الدنيا مهمشة ما لقيتش شكون الناس كل تحكم كل ليلة مواضيع أنا في التلفزة كل واحد شنو يقول واحد يقول نعطيك الخبز ولا نعطيك شنو ولا برامج تسمعها ما فيها ما يتفرج شنو شكون منتخبك تصور شكون ما لقيت حتى حد شكون معناها شكون اللي كبابي تعرف شنو يلزمنا البلاد هذه تونس يلزمها دكتاتور ماهوش سارق وثيقة وفما أمن قطع الانتخابات بالنسبة للبيئة اللي نعيشوا فيها في جربة تيجا تشوف زبلة في كل بلاصة كان في خدمتي متضرر وكان في وين نسكن زادة كيف كيف روايح كريهة وفي خدمتي التوريست ديجا هم تسوق ما عاد هبط لها حتى حد يعني من الزبلة ومن الفار فواضة على المطاعم وحالة تشوف فيها الدنيا كيفاش كلها شكون تحبني نقبل كذا نتخبى الدنيا هكا اللي حب ينتخبى لازم ينظف اموره تو باش ننتخبى انا وتعمل عليه البلاد بالنسبة لسرتو زاجير جربة كاملة ما فيها حتى انتخاب انا رأيي شخصي فما اطراف تلعب على الانتخابات قريب الانتخابات ان شاء الله فهمتي الموعد موعدها من صالحها انه فهمتي لا سرتو ما نقولوش كان جربة والجنوب بصفة عامة فهمتني عنده كما نقولوا فهمتي فما طرف سياسي عنده وزن فهمتي كبير ياسر في الجنوب برشا اطراف يساعدها انه فهمتي لا الناس هذه ما تمشيش تصوت فهمتي الانتخابات فهمتي تجرب الناس كل تنتخب بعون الله امورنا واضحه مش في الزبله تحل ما مش ضد الانتخابات نمشي نقوم بواجبي والزبله اخويا ربي يهديهم ان شاء الله يلموها وان شاء الله نكون يد في اليد الناس كله. انا من حيث المبدا مقاطع الانتخابات يعني هذا من حيث المبدا، لكن بالنسبه لهنا في جربه يلزم يقاطع. فبالنسبه للناس اللي قاعده ماشيه باش تنتخب شنو باش تنتخب؟ الدود يجري في الشارع حاله مكربه حاله يعني مزريه ما فماش ما صارتش معنا في التاريخ في تاريخ جربه ربما حتى في العصور الوسطى ولا في العصور ما فماش حاله مزريه. باش ينتخبوا المرض باش ينتخبوا لي بولا باش ينتخبوا شنو ينتخبوا ينتخبوا الزبله هذه زبله هذه حتى يصلحوا على الاقل شويه. انا من رايي وانا سكان جربه كلهم ما ينتخبوش خلاص لا نهضه ولا نداء ولا حتى شيء لا جوش ولا دروا بالنسبه لي انا حتى ينظموا لهم امورهم فهمتني ونتصور يعني جربه كامله حسب ما فهمت حسب ما شفت حسب الحاله اللي نشوفها من هنا واحد تقريبا الاغلبيه السكان ماهمش باش ينتخبوا. احنا خويا باش نمشيو ننتخبوا نكالة في الحكومة نتاع التكنوقراط هذه، كلمة حكومة التكنوقراط هذه ينسى شوية. احنا بحول الله المرة الجاية تبدا عندنا حكومة رسمية، وقتها تبدا عندك تكون تحاسب. أما واحد كيما السيد هذا نتاع اللي حاطينه قال شنو قال كاتب دولة في مقام وزير البيئة سي منير هذا يجي على قدام على الملاء على الشعب التونسي يقول احنا ما يقلقناش الفشل وفرحان بالفشل تو يعرف المرة الجاية الفشل نتاعه هو وين يكون فهمت. احنا خويا نمشي نتبعوا الاحزاب حول الاحزاب القوية نتاعنا ما مانيش باش نسمي الاحزاب احنا نتاعنا شكون
وبحول الله فهمتوا الله فهمت تنظم البلاد. وكيما هم نضحوا بمصالحهم في جربة بالحق كيما كان كيما تشوف الاخوين الكل عندهم مصاعين، احنا عندنا المشكل هذا نتاع الناس اللي باش تقطع الانتخابات، لكن احنا مش باش نقطع الانتخابات وبحاولات ننجحوا انتخابات، خاطر واش هما العمليه هذيا؟ هذا نداء تونس فهمتوا اللي عملوا العمليه هذيا باش يدخلوا البلاد في حيط، خاطر يعرفوا اللي هما ما عندهمش اصوات هنا. وباش يقول لك كطريقه مثلا باش ياثروا على الجرابه باش ما ينتخبوش، والجرابه عندهم الحزب نتاعهم يعرفوه، فهمت؟ باش ينتخبوه بحول الله وبحول الله نربحوا جسمه تقول عن حكومه رسميه، فين بورش شكون باش يعملها، فهمت؟ باش نقولوا مثلا السيد كي تبدا عندك مجلس بلدي معروف تحاسب الناس، اما هذه فوضى بون الله غالب الحكومه في الدوله ضحت بمصالحها، انا كتاجر مثلا باش ما يساعدنيش. تصور انت في شهر هذا سبتمبر اللي هو شهر العوده المدرسيه كانت شهر تاع خدمه، نوع المكان التجار تاع جربه 10 ايام مسكرين، 4 ايام في الاسبوع راحه اسبوعيه، وعندنا 4 ايام اضرابات، وعندنا نهارين عيد، هذوما خويا يجيو 10، كي تحسبهم انت على الدوله اش تكلفوا لها؟ اما التكنوقراط فرحان يتكلم هكا وزير قال والله احنا اذا الفشل هذا باهي احنا خويا ما يقلقناش الفشل، وك علاش باش نتخبوا؟ وعليكم السلام.